رجعنا مرة تانية مشاهدينا الكرام مع الأستاذة فريدة الشبيش الكاتبة الصحفية الكبيرة. برحب بحضرتك معنا في إكسترا نيوز وهذا الصباح. شكرا وصباح الخير عليكم وعلى كل السادة المشاهدين. وأنت وباسم وحشتوني. وحضرتك وحشتينا والله. حضرتك كمان منورانا يا أستاذة فريدة. أهلا وسهلا. هنبدأ سريعا مع أول عنوان معنا النهاردة من روز اليوسف ونقرأ منها عنوان الرئيس السيسي: من يتصور أن الحلول العسكرية تفرض الأمن؟ واهم. ومن روز اليوسف أيضا الرئيس السيسي: ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض لاختبار لا مثيل له. ونقرأ أيضا من روز اليوسف الرئيس السيسي: دعم مصر للقيادة الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط. حضرتك قرأتي ازاي ما جاء من تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالقمة العربية وما جاء من مباحثات خلال لقائه للقاد مع القادة العرب على هامش القمة؟ هو الحكاية بقى اللي أنا عايز أقولها، يعني مش عشان أنا مصرية وإن أنا بحب الرئيس السيسي يبقى كلامي صح. اللي أنت قلتيه دلوقتي يعني تأثير كلمات الرئيس في العالم كله، في المحيط العربي وفي المحيط الدولي كمان، زي ما احنا متصورين محترمة ومهابة، وفي يعني في احترام لكل كلمة بيقولها لأنه بيعني ما يقول. يعني أنا زي أنا أول واحدة يمكن قلت معاكو إن رفض التهجير القسري خط أحمر، منع تصفية القضية الفلسطينية ويعني انتشل القضية الفلسطينية إلى الصدارة، وده اللي احنا شايفينه دلوقتي. في حاجة نبه ليها السيد الرئيس في رأيي في منتهى الخطورة، هي أن النظام الدولي بدأ يفقد احترامه خصوص راجل بولندي ما نعرفه ولا جنسه إيه، نتنياهو ده، وجي وبيعمل اللي هو عايزه، يعني ولا يعني ما فيش اعتبار لا المحكمة دولية وقوانين دولية ولا الحقوق ولا لأي حاجة. فده يعني يعني عنده صلف وغرور مانيش عارف جايبه ليه ومنين. ده اللي قاله سيادة الرئيس في خلال القمة بالزبط. في خلال كلماته في القمة لما تحدث انه ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض لاختبار لا مثيل له. لا مثيل له لان لم يسبق لمثل هذه التجربة المريرة الوحشية البشعة اللي بتقوم بها اسرائيل بدعم امريكي كامل مهما حد قال لي. يعني وانا حتى عفوا الكاتب الصحفي ايضا احمد الطهري تطرق الى هذا الموضوع. أيوة. استاذه فريده، وفي روز اليوسف هنقرا هذا المقال بعنوان احمد الطهري يكتب من المنامه: تحديات وازمات غير مسبوقه، القمه العربيه ومصير الشرق الاوسط. حضرتك قرات هذا المقال، كيف رصدتي التحليل والرصد اللي جاء فيه لما جاء في القمه العربيه؟ على فكره انا بقرا احمد الطهري من وهو لسه بادي خطواته الأولى، وأنا تنبأت له إن هو هيبقى كده وسألوه وهو قالها مرة بالفعل. يعني لأن هو متميز. عنده الموهبة، ولذلك حاز على ثقة المتحدة طبعا. إن هو يبقى وشوف النهاردة القاهرة الإخبارية شوفوا النهاردة سمعتها إيه. أيوه. واحترام أيوه. كل القنوات التانية ليها إيه. فهو تعرف النهاردة كنت بفكر فيه، بقول إن ده من الشباب اللي زيكم كده اللي الرئيس عليهم أنتوا بكرة فانتوا اللي بتدونا امل حقيقي، يعني انتوا بكره. فالنهارده لما بيكتب الكلام ده من واقع رؤيته ووقوفه على وتحليله حقيقه الوضع في القمه، لان كلهم بيتكلموا. يعني لو ان انا كنت اتمنى القمه دي تضم كل الاقطار العربيه وتزلزل الدنيا، بس يعني هيحصل برضه. طيب يعني. استاذه فريده هنروح مع حضرتك للشان المحلي ونقرا من مبتدا: مدبولي يتفقد مشروعات صناعية وتكنولوجية في بني سويف، مشروعات ضخمة تنفذها الدولة في شتى المجالات من بينها مشروعات الصناعية والتكنولوجية. ماذا عن تلك المشروعات وإسهامات وجهود الدولة في ذلك؟ حضرتك شايفة إزاي هذه المشروعات وإسهامات الدولة؟ هي هذه المشروعات هي كلها لصالح المواطن المصري، ولأن المواطن المصري بيشعر بهذا وعنده ثقة في أن كل حاجة بتتعمل النهاردة مش عشان فلان يكسب ولا ياخد مش عارف موقع ولا لا، عشان انت تبقى سعيد، عشان انت تبقى عندك اكتفاء، عشان انت تبقى عايش بكرامة، يعني تكافل وكرامة وحياة كريمة وكل حاجة فيها كلمة كرامة دي مبهرة، ودي حاجات كلها جديدة. فالحكومة ماشية بتعليمات الرئيس بأنه كل جهد ممكن يسخر
لصالح المواطن المصري وحياته وأسرته، التعليم والصحة والعمل وكل الحاجات نعم. اللي ومنهم يعني. أيضا الأمن الغذائي، معنا أيضا هذا طبعا. العنوان عن الأمن الغذائي أستاذة فريدة في اليوم السابع، مشروعات مستقبل مصر خطوة جديدة في قطار التنمية. المشروعات دي اللي بنتكلم فيها عن تحقيق الأمن الغذائي في ظل تحديات عالمية صعبة جدا يا أستاذة طبعا. فريدة رأيك فيها إيه؟ رأيي إن دي هي دي المعركة الواجب إن ناخدها هي دلوقتي، الأمن الغذائي، لأنه الأمن الغذائي إذا لم يتوفر لا قدر الله، إن شاء الله هيتوفر، فإحنا هنبقى يعني طوع أي قوة تدينا أكل، وده ما ينفعش. أنا دايما عندي الكلمة اللي قالها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر من وأنا شابة، من لا يملك قوت يومه لا يملك حرية قراره. لازم نفضل نقول كده للشباب كل يوم كل يوم وكل ساعة علشان يبقى عارف الدولة دي بتعمل كده ليه، لأن الدولة دي هي دلوقتي اللي مصر بتشتغل لصالح المصريين مش لصالح فئة معينة يعني. طيب هنروح للدستور، ودفعة ثانية من أموال رأس الحكمة تهوى بالدولار وترفع تصنيف الائتماني، حضرتك شايفة ازاي أهمية مشروع رأس الحكمة في رفع تصنيف الائتماني والتأثير طبعا على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؟ أنا شايفة ان التأثير ده بينعكس علينا ونشوفه يعني بنحسه. شوفي الوقت ما فيش حاجة نظرية، والرئيس بتاعنا ما بيقولش كلام نظري، ما بيقولش أنا هعمل كذا أو لا، إحنا بنصحى كده نلاقيه في المشروع بيفتتحه أو يعني بيوريهولنا يعني أفعال أقوال بالظبط كده. فرأس الحكمة يعني حتى كل اللي بيعادوا مصر هاجموه، أشوف النهاردة هو يعني بيجيب لنا إيه وبيصلح الوضع النقدي كمان المالي طبعا. عندنا طبعا. يعني رأس الحكمة لما آخر حاجة جت مش 12 مليار يمكن أو حاجة كده، وصلنا للدفعة الثانية استلام الدفعة الثانية وشفنا بالزبط. تأثير في حتى الآن في انخفاض سعر الصرف لما بنكون نتكلم عن العملة الأجنبية عن الدولار تحديدا لحد يعني قريبا جدا، نزل عن 47 وصل لحاجز 46 وما زال توقعات أنه يصل ربما إلى 40 جنيه وحيبقى في توازن، والدولار هيتشال من على عرش قريب، قولوا لي بقى فكروني ان شاء الله. طيب هنروح مع حضرتك لجريده او هنرجع تاني لروزا اليوسف وهنقرا منها، المجلس القومي للمراه يواصل جلسات الدوار في قرى حياه كريمه. اهميه هذه الجلسات في توعيه المراه يا استاذه فريده في قرى حياه كريمه، لانه عليها عامل كبير جدا وبيبقى فيها مبذول جهد كبير جدا، رايك ايه في النقطه؟ رايي ان القرى خصوصا الريف كله المصري كان مهمل، كان ما كانش حد بيفكر فيه. النهاردة الدولة بتفكر فيه، بتغير فيه بشكل كبير جدا في كل القطاعات يعني. وبشكل رائع يعني انك انت كل ابناء القرى بيشتغلوا بينتجوا بيفكروا بيتعلموا بيتعالجوا، يعني بيعيشوا حياة المواطن العادي المحترم، الحقوق يعني الأساسية. طيب احنا لسه مكملين في حديثنا عن حياة كريمة، هنروح لموقع مبتدأ ونقرأ، حياة كريمة تعلن إطلاق مبادرة تقدر في 10 أيام لدعم طلاب الثانوية العامة، حضرتك ترصدين ازاي جهود وأهمية المبادرة دي في دعم طلاب الثانوية العامة؟ ما احنا بنشوف ان الطلاب بيشاركوا فيها وبينفذوا، هو ده اللي جميل، لأنك انت لما تؤمني بصدق القيادة بتاعتك ومردود كمان اللي بيحصل والتأثير طبعاً الكبير بتاعه طبعا، ما هو هي دي الفكرة. ليه؟ لأن ما كانش حد بيفكر لهم في حاجة، ما كانش حد بيعرض عليهم حاجة، دلوقتي لا، بيتعرض عليهم وبيقول له طب أنت تعمل كذا مثلا يبقى هتاخد كذا، فبيشجع بإيديهم بيحفزهم طبعا بالظبط كده. طيب هنروح مع حضرتك للدستور وهنقرأ هذا العنوان، الحكومة تواصل توفير السلع في الأحياء الشعبية والقرى، رصد حضرتك لدور الحكومة يا أستاذة فريدة وجهودها في توفير كل السلع في الأحياء والقرى المختلفة مش في مناطق فقط بعينها؟ طبعا ده مجهود رائع، لسبب أنه الجشع بتاع بعض الناس لسه مستمر وهيفضل مستمر لغاية لما يبقى فيه ردع فعلا يعني حاسم، وهيحصل بإذن الله، لأنه كمان الردع مش بس من الدولة، هيبقى أيضا من المواطنين. انتوا شفتوا أنه في مواطنين قاطعوا بعض حملات المقاطعة السلع يعني، والتجار
مش عارفين يعملوا ايه، يرموها ولا يعملوا ايه. فده يعني في دلوقتي انا رايي ان احنا اجمل حاجه بتحصل في مصر دلوقتي هو الوعي، يعني الوعي والتكاتف كمان. طيب يعني هنروح مع حضرتك لخبر مهم جدا يخص الجامعات المصريه، ومن الوطن نقرا عنوان اختيار 20 جامعه مصريه ضمن قائمه الافضل عالميا لعام 2024. حضرتك رصدتي ازاي النجاح العظيم ده للجامعات المصريه وجهود الدوله في تطوير التعليم العالي؟ والله رصدت ده بان بصراحه لو انا في سن اصغر من كده وعندي القدره كنت زغرت. دي حاجه تحتاج زغروطه وخمسين ألف زغروطه كمان، لان انت النهارده بترجعي تبقي مصر، بتبقى الجامعه بتاعتك جامعه القاهره دي. انا لما رحت فرنسا في بدايه الهجره اللي رحنا لها فيها في اول 73، وكنت بقول انا متخرجه من كليه الحقوق جامعه القاهره في السوربون، كانوا بيحترموني يا رب. والله لحد دلوقتي يا استاذه فانا خريجه جامعه القاهره كليه اعلام، انا يعني انا بدايتي واسس تعليمي للاعلام وكل ادوات الاعلام كانت من الجامعه يعني. بالظبط كده. فانت في 20 جامعه مصريه فبتعمل طبعا اكيد منهم جامعه القاهره واخده يعني. هي اول واحده فيهم في ترتيب الجامعات جامعه القاهره. بالزبط. يمكن في اول 1000 تحديدا جامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه المنصوره وجامعه الاسكندريه بالترتيب ده كده، ودي حاجه طبعا بتدعونا للفخر بشكل كبير. هنروح مع حضرتك لروزا اليوسف، معنا عدد من العناوين النهارده من روزا اليوسف. هذه المره هنقرا من ملف هذا العنوان قطاع القنوات الإخبارية إعلام على خطى النار. رصدت حضرتك وتابعت جهود قطاع القنوات الإخبارية بالمتحدة للخدمات الإعلامية من تغطيات وانفرادات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية. بنكرر تاني، إعلام على خط النار. اتفضلي. أنا هقول لك على حاجة، أنا إعلامية قديمة يعني ما بقدرش أقوم الصبح زي بقية الناس يعني اقعد اقرا الجرايد واشوف التلفزيون واتفرج على القنوات، وعارفه ان قنواتنا بتقول دلوقتي الحقيقه وبتتكلم كلام محترم، لكن برضو بدور في القنوات الثانيه فبكتشف ان القنوات الثانيه بتاخد من القاهره الاخباريه يعني بقت مرجع. فهي طبعًا. دي شويه لا طبعا مرجع يعني للعالم كله، للعالم طبعا كله. الوطن العربي كده. طيب طبعا احنا الايام دي بنحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل امام، وهنروح للدستور ونقرا الاستثنائي عادل امام 84 عاما من الاشراق، ومن الوطن رحله عمر مع الزعيم، ومن اخبار اليوم زعيم السعاده 60 سنه فن تاريخ كبير وعظيم طبعا للزعيم عادل امام خلال مسيرته الفنيه، قدم فيها طبعا كتير من الاعمال السينمائيه والدراميه. تحبي تقولي ايه النهارده للزعيم عادل امام؟ طبعا هو مدرسه كبيره جدا في الكوميديا، طبعا في كل حاجه، مش بس في الكوميديا، في الاداء، في الذكاء الفني كمان. نعم، الذكاء الفني طبعا، والذكاء الاجتماعي. خدي بالك ان عادل امام غير حاجات في مصر. يعني عادل امام حتى الافلام اللي عملها كلها مرتبطه بحياتنا، كلها مرتبطه بامور حصلت لنا وبتحصل لنا. يعني مثلا مكافحته للارهاب، انتم يعني ما اعرفش اذا كان فيه حد من الجرايد تذكر بان هو لما راح اسيوط كان وقت ما الاخوان والجماعات الارهابيه هددت بانه لو راحوا يعني حد في يعمل مسرح ولا بتاع هيفجروه. راح يعني هو حصل. عنده شجاعه بتاعه المواطن المصري المقتنع باللي هو بيعمله واللي بيحب بلده واللي محترم يعني بيحب بلده وبيعمل من اجلها اللي يقدر عليه، فهو اللي يقدر عليه. على فكرة أنا مرة قلت زمان إن هو قد 50 وزارة إعلام وثقافة وبتاع تأثيرا، لأنه برة وأنا في فرنسا جانا مرة هو يعني في البلد كان عنده حاجة يعني في اتخض بس كده مش مصدق إنه في فرنسا يبقى فيه الشارع اتقفل ما شاء الله كله عليه فكلهم جمهور كبير جدا احتفظوا باللهجه العربيه كلام العربي رغم الاطفال هناك.
شوفي ده بقى ده واقع اهميته ايه يعني. طب وايه السبب يا استاذه فريده من وجهه نظرك؟ يعني هو بيمثل عادل امام حاله خاصه جدا في الفن المصري، ايه سبب اجماع الناس وحب الناس ليه مش بس جوه مصر، خارج مصر ايضا على مدار عقود طويله طبعاً جدا؟ طبعا احنا قلنا انت زي ما قلت الموهبه والوعي وتوظيف الموهبه لخدمه الناس. الناس حاسه انه بيحبها، هو بيحبهم فهم هو بيحبوه. بسيط كمان في تعاملاته وقريب من الناس جدا وبيتكلم بلسانهم في كل على فكرة اعماله. قلت لكم انا يعني لما تلموا عليه الناس كده بيقول انا ايه ده، يعني مش مصدق، مش مفيش ال ايوه فعلا. وده بيوصل للناس، يعني الناس اذكياء جدا وبيحسوا جدا بروح اللي قدامهم. فعلا استاذه فريده الشباشي نورتينا النهارده في اكسترا نيوز برنامج هذا الصباح، وشكرا على كل تحليلاتك النهارده. شكرا لحضرتك على وجودك معانا، الكاتبه الصحفيه الكبيره الاستاذه فريده الشباشي. نورتينا.